وصل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير السابق لدولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني. قال وزير الخارجية عبد الملك مخلافي في تغريدات على تويتر إن الحل السياسي في اليمن من الضروري أن يكون وفقا للمرجعيات الثلاث، وإنما عدا ذلك هو شرعنة للانقلاب، وأكد أن أي محاولة لإبقاء الميليشيات وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من الميليشيات الانقلابية. تجددت المواجهات بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في مديرية المصروف بمحافظة الجوف، وقالت مصادر محلية أن المعركة على أشدها وأن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. اندلعت معارك عنيفة في جبال المنعم ومنطقة الخور والدبح في منطقة الضباب غرب مدينة تعز عقب هجوم نفذته ميليشيات الانقلاب على مواقع الجيش والمقاومة. أكد وكيل محافظة صعدة يوسف ديباش ضبط قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مجموعة كبيرة من الصواريخ والألغام أغلبها إيرانية الصنع في مخازن قوات اللواء 101 والجبال المحاذية لسوق البقع بمديرية اكتاف خلال اليومين الماضيين. أعلن مكتب وزارة الصحة في عدن ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض الكوليرا إلى 10 أشخاص بعد وفاة طفلة عمرها سنتان بمديرية دار سعد في عدن، وأوضح المكتب في بيان له أن عدد حالات الإسهال الحاد التي تم الإبلاغ عنها وصل إلى 260 حالة تم التأكد من 11 منهم بالمرض بعد إجراء الفحوصات اللازمة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في بيان لها من اتساع انتشار الكوليرا في اليمن، وأكدت المنظمة رصدها ل 644 حالة يشتبه بإصابتها بالمرض في مناطق يمنية مختلفة، وأن التقارير توضح تسجيل 1090 حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن معظمها في تعز وعدن ولحج الحديدة والعاصمة صنعاء.